بقى تم معاكم. اول شيء المرأة وجودها في التاريخ وحضورها من ايام الشعر الجاهلي والشعراء يهيمون على وجههم في الصحراء ليكتبوا فيه امرأة. فالامرأة موجودة في التاريخ. والامرأة ظلمت في لحظة من اللحظات. وعنا وإذا الموجودة سردت بأي دم قتلت. المجموع كنت في آخر تصريح حكيت أنا ضد المساواة ما بين الرجل والمرأة، لأن المرأة في منطقة راقية جدا، وعلى الرجل أن يحمي ويخدم الامرأة. وأبت يعني هو هذا الشيء الطبيعي. بالنسبة لموضوع الدراما، علينا أن نركز في مواضيع خاصة في المرأة، في قضية المرأة. يعني المسلسل يكتب لأجل هذه القضية. ممكن أنها تكون هي البطل، ممكن لا، صح، مش شرط. فإحنا لازم نحط المواضيع بشكل أساسي بأشياء انضمت فيها المرأة، حتى في القوانين الدنيوية اللي موجودة نحط عليها سبوت لايت ونشتغل عليها. وشكرا. Thank you.